إمام النحاة وأول من بسط علم النحو. لقب برائحة التفاح، وقيل لأنه كان شاباً نظيفاً جميلاً أبيضاً مشرباً بحمرة كلون التفاح. ولم يكن له تلاميذ كثيرون، وكان من أبرز من تتلمذ على يديه من أصحابه أبو الحسن الأخفش. توفي في ريعان شبابه في قرية البيضاء بشيراز، وقد اختلف المؤرخون في السنة التي توفي فيها، وأرجح الأقوال إنه توفي سنة 180 للهجرة، وثمة خلاف في سبب وفاته. هو سيبويه.